السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم هذا اليوم شجرة جميلة من أنواع الأشجار، أشجار الزينة والأشجار المنزلية، كذلك أشجار الحديقة. ممكن تكون في الأسطح، لكن خصها تكون عندها يعني داخل إناء أو سطل يكون كبير الحجم باش تلقى الجذور ديالها فين تمشي. هاد الشجرة الاسم ديالها شجرة السرو، أو كي نطقها البعض السرو، وهي موجودة في المغرب وفي شمال إفريقيا، كذلك الجزائر، تونس، موريتانيا، مصر، إلى وفي بعض بلدان العالم الأخرى العربية والمشارقية أو أوروبية. هذه الشجرة، شجرة السرو، لها ثمار لها ثمار ديالها دائريين الشكل، وفيها حبات ديال البذور ديال هاد الشجره. يعني ممكن حتى ديك البذور ديالها ممكن تعاود تزرعهم بها، وديك البذور كياكلوها الطيور، خصوصا طائر الحسون كياكلها بزاف. لان هذه الشجره، هذا الحجم ديالها، وهي صغيره راه كتولي الحجم ديالها كبير بشكل اكبر، يعني كتولي اطول بزاف. حنا هنايا مزوقين لتحت بهاد الانواع ديال اللوايه، لان كيبقى المكان فارغ نزوقها به، لأن هذه شجرة السرو المعروفة من أشجار الزينة، وكتعطي كذلك جمالية. يعني كما كتشوفوا الأوراق ديالها باش فيهم واحد الجمالية، كيتاخد واحد اللون مناسب ما بين الأخضر بارد حتى الأخضر ناصع. إذن هذه هي شجرة السرو، تحية لكم.